السلام عليكم. يكون عندكم شويه ديال لاباط فيتي، غادي توجدي لنا واحد الديسير هو بالتفاح وخفن زربان، واحد الكاليت، هذه لوق ديال الكاليت راه دايرينها في القناه. كاليت راه دايرينها في القناه، هذه غادي تدخلوا لي على الانستغرام. بنكهه اخرى مختلفه، نكهه اخرى فيها واحد السوربريز لداخل، جوج ديال النكهات مختلفين. يلا تابعوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا التفاصيل. يلا بالصحه والراحه مسبقا. مسبقا. السلام عليكم. وجدتوا شي بات فيتي؟ راه ديال وقيته دابا، رمضان على الابواب، خصكم لا بات فيتي اللي ما تعرف ليها خصو يتعلم ليها، وخصكم ديما تكون واجده عندكم. هي راه ما كاين مشكل، واخا تصوب وتقطع وتحط في الكونجيلاتور، انا راه ديما عندي لا بات فيتي موجوده، باش فين ما تشد شي بغيت شي شنوا كنلقاها موجوده. راه كنديروا فيها الحلو والملح. وي كلشي كيدا في لاباط، وخصوصا في رمضان. في رمضان كتجبد لاباط تخليها دي جبريه واحد ساعتين ديال المكانه، وخرجوا فيها الشهيوات ديالكم. يصوبوا كميه من دابا؟ من دابا تصوبوها، اللي ما كيعرف ليها راه كاينه حاطها في القناه بالتفاصيل الممله. وهي كتصبر، ما كيلوق عليها والو في المجمد. دابا غادي ندير معكم واحد تاختوبوم اللي تحاولوا ديروها كتحليه مورا الغدا. بسم الله. دي تارتوليت صغار ياك؟ لا دي تارتوليت بوم انديفيديال، ماشي تارتوليت. ماشي صغار. لا هادو انديفيديال. بسم الله. طريقة تاني سهلة. سهلة. هانتوما لاباط ديالي انايا راه موجودة. فوالا. ولا كتجيكم لاباط بالزبدة والماركارين، ديروها غير بالماركارين. راه ممكن، تجي حتى هي مزيانة. فوالا، لاباط هي سرحتها، أنا سرحتها غليظة شوية. خديت هاد البورت بياس، نتوما ديروا، انا ندير لكم هاد الحجم وانتوما ديروا الحجم اللي يسعكم اللي يصلح لكم. انا ندير هنا واحد شحال الاطار ديال شحال القطر ديال انت كتشف. ايوا هادي نسيتيها، هادي انا بلوا، هادي نسيتيها الشاف. هذا فيه 10 سنتيم. خديتي الكبير؟ لا الصغير من الكبير، 10 سنتيم. عاد كنزيد نسرحو هكا، كدير اوفال يعني اوفال بحال هكا كتجي. هادي ملي سرحتها اوفال راه ولات فيها 16 سنتيم. فوالا غادي نمشي على هاد الطريقة هادي. والعجين مراق راه ما كيضيع فيها والو، كلها كنستعملوها. هي ما كيضيع فيها والو، اللي كنسالي كنعاود نجمعها. ودابا وقت الكاليت هادي، خصكم ديروا الكاليت، تكون عندكم لاباط واجده. الكاليت راه حاطها لكم في القناه، كل عام كنديرها. ودابا عاوتاني غادي ديروا وحده نحطوها لكم في الانستغرام. الكاليت ديما كتكون عام مختلف عن العام الاخر. غادي الوصفه مختلفه، غادي نديرها مختلفه ان شاء الله، غندير واحد لوكو مختلف. حيت ما كتعجزنيش انا باش نديرها، حيت لاباط كاينه عندي مصوبه، مصوبه على تيسا كما تنقول لكم. يعني تسرح كل شيء هادو طوليا. نسرحهم طوال. فوالا. هاهما دابا حنا ستفنا لي طاخ ديالنا، هاد الديسير مدام ديال اليوم راه واجد، ما تقول لي جيب لها لا ديسير لا والو. ياك والتفاح موجود. واش الشاف نقدروا نتقبوهم ولا لا؟ لا ما تقبوهمش باش يتهزوا شويه. غادي ندير غير خط ديال الكريم باتيسري في الوسط. حتى الكريمه ما تحتاجش حاجه كثيره، لا غير 40 ترو كريمه. ربعه تفوتكم لهي. صافي التفاح ديالها هو غادي نقيه. التفاح هو نقيناه كنخوه من الوسط. وخويناها من الوسط، نقطعو التفاح شويه رقيق ما نغلطوش. الفران ديالها راه كيسخن، انا درتو على 200 180. فوالا كنصرف التفاحه بحال هكا وتنهزها وتحطها ديريكت فوق لاطاخت. المنظر ديالها زوين الشكل. تتجي قد قد قد. علاش ما بيكيناش هاد لاباط؟
باش هاد الجناب هادو بغيتهم يطلعوا ماشي مورقين بحال الملف يطلعوا باش يعطونا واحد المنظر زوين للطرف ديالنا. اما كيما قلت لكم التفاح تنقطعو رقيق ما كنقطعوش غليظ. فوالا كنكمل التفاحة كنصرفها شويه نحلها صافي ونحطوها فوق فوق لاباط ديالنا. فوالا وتتجي طارت خفيفة وزوينة واقتصادية وسهلة المهم خصكم غير توجدوا العجين المورق ديما يكون ديما العجين المورق ديالكم يكون جاهز والشاف ما عليه غير كل مرة يجيب لكم فكرة جديدة كل مرة يعطيكم وصفة انتوما ماشي يما وين عامرة ملي كتحطوها للدراري ملي كيتغطاو كتعطيهم واحد طاخت اللي واحد كتجيهم حتى الضياف مرحبا بهم الضياف ولا وليداتنا حتى هما ايوه حنا ديما كنشوفو غير الضياف نشوفو وليداتنا بعدا لا حيت حنا العيالات ديما كانوا يحبو تتعرف شي عندك شي لا الدراري حتى هما نتهلاو فيهم حتى اللي جا عندك الضيف راه خصك ترحب به دير ليه شي حاجة مميزة يلا كملو ما جا لكم فوالا لي طاخت ديالنا هما واجدين عندي اليوم واحد التعرس واحد البيضة غندوزها اليوم من الجناب باش ديما هاد الجناب هادو تيتبرونزاو لينا مع الفراط تيجيو ليهم برونزي حيت لاباط فيتي ديما كتبغي تدهن ضروري باش ما تبقاش الشهدة ضروري خصنا ندهنوها وما ندهنوهاش بالصفر ديال البيض ندهنوها بالبيض اونتي باش ما يتحرقش لينا ما تبانش لينا محمرة بزاف وهي مازال ما طابت هي عندك الحق الشيف فوالا واو تبارك الله والفران كنطلعوه مزيان باش لاباط ديالنا كطلع باش تنفخ لينا هنا كنزيدو واحد شويه ديال الزبده طريفات صغار ديال الزبده ديما كتبغي تدهن هاد التفاح بالزبيده ياك ضروري الزبده جوج مرصوات صغار واحد شويه ديال القرفه الناس اللي كيبيعوا القرفه واللي ما تيبغيهاش ماشي ضروري هي القرفة كانت تواتها مع التفاح يعني كتجي معاها مزيان وكاين اللي ما تيبغيش القرفة هذاك هي كت الأذواق لا تناقش عاد كنزيد واحد شوية ديال السكر السكر تعطيها واحد البرونزاج من الفوق فوالا السكر كنصور كنكثر ليه واحد شويش باش كيدوب فوق منها كتجي مبرونزية لاطال ديالها مزيان هادو يا الشيف نديروهم في رمضان ان شاء الله اوه في رمضان كاع خلاص هادو من تحضيرات رمضان تيجيو زوين انا انا شخصيا تيعجبوني في رمضان ونقدروا الا بينا نديروهم بشي فروي اخر نديرو غير لا كريم باتيسري ونطيبوهم ومن حيت يخرجوا كنحيدو ديك لا كريم باتيسري القشره الفوقانيه ديالها كتكون محمره ونزيدو كريم باتيسري اخرى جديده ونديرو عليهم الفروي اللي عندنا وان شاء الله هادي غادي نديروها في رمضان ان شاء الله ان شاء الله علاش لا هادو راه من تحضيرات رمضان من الوصفات السهله لرمضان ان شاء الله الفران ديالنا راه طلع على شحال من درجه 200 بسم الله العافيه طبعا شعله من الفوق والتحت فوق ومن التحت سميتها شالور تورنونت غادي ندير لهم واحد 20 دقيقه فوالا 20 دقيقه ونرجع لكم ان شاء الله لي طاخت ديالنا شو ما شاء الله واخا راه كيبانو ما كيبانوش مزيان حيت الزاج ولكن فقوا بداو كيطيبوا ديالنا واجينا الشهر ديالنا هما تعيشي هي هانتي دابا شوفوا هانتي شوف من الله واو شفتين برونزي عاد غادي تكون ديك التقرميشة واو التقرميشة دابا فيهم الله يعطيك ماشي زيد سير هذا مخير صافي يلا ندوزو للتقديم هانتوما واو 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 رائعين لقد اليوم دابا تزينة مزيان لا فينيسيون والتقديم كيشهي الشهر ايوا راه هما كان لا بالصحة والراحة الله يعطيك الصحة تبارك الله راه مقامشي انت اسمعها هاديك لا هو راه باقي سخونة باقي صافي بقا نزينو ونقدمو ان شاء الله دابا تزين الشاف ياك سوكو درو لهم السكر كلاصي من الجناب فوالا عاد ندير لهم الناباج ايه هادو باش يعطي لمعان وتزينة وتزينة ديالهم الحلوه راه كتعرفوا الحلوه هي خصها ضروري تكون لا فينيسيون قاده زوينه باش ناكلوها
اللمسات الأخيرة مهمة الشيف. فوالا هاد النباج راه كنحيدو به داك السكر اللي كيتشتت الوسط، كنديرو غير فوق التفاح. فوق التفاح والجناب راه درنا ليهم السكر كلاصي. يلا نجيب لك البلاطو فين تريسي. التحلية ديالنا هانتوما، البلاطو ديالنا فاعل تارك، وهانتوما في واحد الوقت وجيز شوية ديال لاباط فيتي تقريبا واحد 500 غرام، أربعة ديال التفاحات. ها بلاطو ها هو، والتفاح راه ديما موجود في الدار، والتفاح ديما موجود وكيبقى هو الاخر، وتيبقى هو الاخر. انا كنجيبو، وليت نجيبو غير بيت نخدم به. عرفتكم ما كتاكلوش ليا. يلا تبارك الله عليك الشيف، الصحة والراحة. التحلية ديال مورا الغداء هي واجدة. يلا بالي. يلا تبارك الله عليكم. لا يلا بالي الشيف كتغضب عليها ضروري نطق، ولكن راه هادشي الصراحة راه المشاهدين كيقول لي تذوق هاد الشيف يا اللي عليها. سمعتو الدكرميلة؟ عاود واحد اخرى كنت كنهضر ما سمعوهاش مزيان. واعر تيقول لك خاص تعطيني انا ندوق. انت صيبتي انا نقول لك اشنو كاين. ضايا جايزه الكلام، خفيفه مقرمشه وسهله. انا نسمع واحد لعبه اخرى. نعم انت سمع. بسم الله. واعره واعره واعره. يلا حضروا بهذه الطريقه. يلا اللي كيشاهدنا اول مره يشترك في القناه. هانتوما تنقول لكم تكون عندكم لاباط فيتي، انا باش نوجد لكم الانستغرام. يا هذه تا هي الله سجلناها. انا تقول لي تا هي عض منها غادي يشوفوها في الانستغرام. هذه راه بنكهه اخرى مختلفه. يلا حتى تابعونا على الانستغرام الشيف اميري. انتما قالت فعلا تركة قرمشة جايزة الكلام. يلا اللي كيشاهدنا اول مرة يشارك في القناة ابقى على الجرس وصلوا جديد، حطوا اعجاب وحطوا تعليقات ديالكم، اقتراحات ديالكم، وملي تجربوا هادشي صيفطوا لينا في الانستغرام الشيف اماري ولا الشيف لبنى انتقال. يلا مرحبا بكم، تبارك الله عليكم وبالصحة والراحة. يلا تبارك الله عليكم.